في اتصال هاتفي راح نتعرف بسام على رأي أخصائية التغذية الأستاذة منار نجم رئيس قسم التغذية والإطعام عفوا في مستشفى الصباح. حياك الله دكتورة منار. يا هلا فيك. بداية، ما هو الخطر الذي تمثله الأكياس البلاستيكية على صحة الإنسان بشكل عام؟ والله شوفي أختي، بالنسبة للأكياس البلاستيكية ما فيها خطورة عموما، يعني إذا كانت تستخدم بالدرجة العادية أو بالتبريد، خصوصا في حفظ المواد الغذائية. لكن متى تكون فيها مشكلة؟ لما تتعرض إلى درجة 370 درجة سيليزية من الحرارة، راح تتكون فيها مادة الديوكسي، هي اللي راح تكون ضارة على صحة الإنسان. جميل دكتورة، هذا يعني معناته يجرنا إلى موضوع جدا مهم، ألا وهو في ناس تسخن أطعمتها وعليها الغطاء البلاستيكي اللي هو اللي يسمونه الحافظ، ويحطونه في الميكروويف بدرجة حرارة الميكروويف تصل إلى 360. والله شوف، هي المهم انها ما تعدي 370 درجة سيليزية. وبعدين في بلاستيكات يكون عليها يعني مكتوب ان هي ممكن تدخل في الميكروويف في حفظ الأغذية او مثلا تسخين الأغذية، يكون مكتوب عليها. نعم. هذا يجرنا الى سؤال ثاني استاذة منار حول موضوع ان بعض العلب البلاستيكية اللي هي تنحط، احنا نقول مثلا فوق البرادة، في ناس ترد تعبيها مرة ثانية في البلاستيك، يقولون انه انواع، في قابل للتعبئة، في غير قابل للتعبئة، في من استخدام مرة واحدة وغير من هذه الامور. نعم. الى اي درجة الناس عندها وعي في هذا الموضوع؟ والله شوف أخوي، هو عموما العبوات البلاستيكية فيها أرقام من رقم 1 إلى رقم 6، منهم هو رقم 2 و5. هذيلي وين تلاقي، احنا وين نلاقي هذه الأرقام؟ أسفل العبوة. اي صح، يكون في ثلاث أسهم داخلها يكون موجود الرقم. صحيح. طبعا رقم 1 عادة وين نشوفها؟ نشوفها في عبوات الماي والمشروبات الغازية والعصائر والزيوت. هذه طبعا نشربها، ويعني الأفضل ان احنا نستخدمها مرة واحدة. نعم. بس ان في حالة ما مثلا انا أخذت مثلا بطل الماي وركبت السيارة وطلعت بأجواء الشمس ونزلت من السيارة وسكرت السيارة ورحت عنها، طبعا راح يصير بالسيارة احتباس حراري. صحيح. فمية بالمية درجة الحرارة راح تعدي 60. نعم. فبما أنها عدت 60 معناته أنا سمحت لنفسي لمادة ضارة بتكونها اللي هي الأنتي موني. نعم. هذه طبعا ضارة جدا في صحة الإنسان. سمية هذه المادة دكتورة منار؟ نعم. سمية، تعتبر المواد السمية يعني؟ إيه، تعتبر سامة. طيب أستاذة منار، بما أن الحين عرضنا المشكلة وقلنا أن الأكياس البلاستيك ممكن أنها تكون خطرة، بس يعني تدرين احنا كربات بيوت ما راح نقدر نستغني عنها، فليت توضحين لنا وللسادة المشاهدين البدائل المتاحة والآمنة. شوفي، هو احسن بديل طبعا هو لما انا برتب البدائل. نعم. افضلها طبعا الزجاجية، بعدين تجي الورقية، ثم البلاستيك، واخر شيء المعدن. طبعا هو زجاجية ورقية ومعدن. اي بس أول شيء. نعم. هي الزجاجية اللي هي أفضل شيء. نعم. لحفظ الأطعمة وغيرها من هذه الأمور. نعم. إذن كل الشكر لوجودك معنا أخصائية التغذية الأستاذة منار نجم.